في الفقرة دي هسألك أسئلة سريعة جدا هتجاوبني عليها وتكون إجاباتك من اللعيبة المحلية. اللعيبة المحلية؟ أوكي. مين صاحب أقوى تسديد؟ أقوى تسديدة؟ حاليا ولا قبل كده؟ لا بشكل عام. بشكل عام؟ محمود فتح الله. مين أحسن واحد بيرقص؟ فوت اللبس بيرقص؟ خلال بقى صلاح أمين. احسن لعيب بيعرف يلبس او ستايله بالنسبه لك تمام قوي؟ كلهم مجوش بصراحه. كلهم مجوش. مجوش. ممكن محمد سمير معانا ومحمد حمدي زكي. دول ممكن. الباقي كله الشيمي، احمد الشيمي. في ناس كده بحب لبسها يعني. طيب مين أسوأ لعيب بيلبس؟ ايام ما كان معايا بيلعب معايا كان محمد فضل. ودلوقتي؟ دلوقتي محمد فضل هينفخني، خلي بالك الاقيه مستنيني عند البيت بعد ده. انتيمك بتقول بقى خلاص. دلوقتي اسوء حد بيلبس امير عابد، يعني بيلبس لبس مش لاقي عليه. امير عابد، امير عابد ما فيش فايده. امير عابد. طيب اكتر لعيب دمه خفيف؟ اكتر لعيب دمه خفيف والله في لعبه كتير بتضحك يعني. صلاح امين ده مش طبيعي، مش بني ادم. فادي نجاح دمه خفيف جدا برضو، من الناس اللي بتضحكنا جدا يعني. مين من اللعيبه عصبي جدا وممكن يعمل تصرف جنوني جنوني تتفاجئوا تقولوا ايه ده ازاي عمل كده؟ عصبي امير عبد الحميد، ممكن يعمل اي حاجه ما حدش يتخيلها. امير عبد الحميد مش طبيعي. حصل قبل كده حاجه؟ طبعا كتير. ايه بقى؟ لا إيه لا كتير. ما انا بقولك مش عايز بقى اطلع الحاجات دي بقى. لا 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 هنطلع. امير عبد الحميد اطيب مخلوق على وجه الارض. طيب جدا. بس لو اتعصب ممكن يعمل كارثه، ممكن يعمل كارثه بجد. لكن هو شخص طيب جدا وانا بحبه. ايه نوع الكارثه يعني؟ قول لنا مثلا كارثه. ممكن حصل. يضرب اي حد. بيضرب. طيب مين اسرع واحد في الملعب؟ اسرع واحد في الملعب عندنا لويس هنستروزا ده. طياره، مش 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 طبيعي. برده من اللعيبه المصريه اللي سريعه جدا كريم طارق، سريع جدا. من اللعيبه السريعه جدا. احسن حارس مرمى من وجهه نظرك؟ كل ده طبعا من وجهه نظرك. في مصر؟ الشناوي، محمد الشناوي. ده رقم واحد في مصر. لكن في حراس كويسين جدا موجودين. لكن انا شايف ان الشناوي افضل حارس يعني الحارس. انا شايف انا هاني سليمان حارس مرمى كويس جدا. ابو جبل حارس كويس. عامر حارس كويس. ابو سعود عندنا حسن شايف. في اسماء كتيره لكن التوب في مصر هو محمد الشناوي طبعا.